السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ ما كنتش حابة يعني اتكلم في الحوار ده، بس كلمتين واقفين في زوري. ما علينا، يعني محتوى اليوتيوب الفترة دي بقى حاجة صعبة، شوية هيافة على شوية تفاهة على شوية قلة ادب، حبة ردح على شوية نقد ملهمش اي 30 لازمة، شوية قنوات بيغنوا ويردوا على بعض، شوية وصفات غلط في غلط ومتكررة بطريقة فظيعة، على شوية ملحدين عاملين قنوات ضد الدين، يعني حاجات كده. ما علينا، للاسف بقى ان اصحاب القنوات دي او اصحاب النوع ده من المحتوى هم اللي متنجمين قوي وواصلين قوي، عدد مشتركينهم في السماء، عدد المشاهدات واو. مش بتكلم على الربح، لا، انا يعني بالرغم ان في ناس كتير قوي على اليوتيوب ما عندهمش شغل اساسي ومعتبرين ان القناه بتاعتهم دي هي الربح او مصدر الرزق بتاعهم، وبيقدموا محتوى مفيد جدا جدا ومش عارفين يوصلوا لحاجه. مش بتكلم عن الربح في العموم، انا بتكلم عن ناس كتير قوي بتتعب بجد في فيديوهاتها، بتقدم محتوى مفيد، بتقدم محتوى هادف، نفسهم يوصلوا للناس، بقالهم سنين قوي مش عارفين يوصلوا لحاجه ولا عارفين يعملوا حاجه. للاسف اليوتيوب بقى محتاج الفتره دي، عارفين كده بالبلدي، الست المصريه لما بتمسك البيت قبل العيد او قبل رمضان وتشيله وتحطه كده من الاول السقف لحد السيراميك. فعلا اليوتيوب محتاج حمله نظافه جامده جدا لكل المحتوى اللي ملوش اي 30 لازمه ده، عشان الناس اللي مدفونه تحت التراب، اللي عندها محتوى بجد واللي تعبانه بجد في فيديوهاتها تقدر توصل. ف الله المستعان. السلام عليكم.